فريق دولي من العلماء وبمشاركة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالسعودية اكتشف آثار جديدة لبقايا الحياة الأولى على كوكبنا الأرض. الكشف اللي تم على جزيرة شبارة الساحلية السياحية على البحر الأحمر بيمثل أول كشف متعلق بنشأة الحياة الأولى على كوكبنا في دولة من الدول العربية. الكشف اللي تم بالصدفة لمئات من مستعمرات الستروماتولايت، الكائنات البحرية الدقيقة واللي كانت السبب الأول في استقرار الحياة على كوكبنا وبدايتها قبل 4 مليار سنة تقريبا. اهلا بكم. كتير من الابحاث المتعلقة بالكواكب الخارجية البعيدة هدفها الرئيسي البحث عن حياة ما في كوكب من الكواكب دي، لكن برزت وظهرت في السنوات اللي فاتت كتير من الاهداف اللي بتسعى لمعرفة اصل الحياة على كوكب الارض. فمن خلال ده نقدر نبحث عن بصمات الحياة في العوالم البعيدة. اخبط اللايك الجميل وتعال معايا النهاردة في رحلة شيقة وممتعة وجذابة نشوف الاكتشاف الكبير في جزيرة شبارة بالسعودية لأقدم مكونات الحياة على كوكب الأرض اللي ظهرت قبل ما يقارب 4 مليار سنة من النهاردة. في منتصف القرن 19 وبالتحديد بعد سنة 1863 كان العلماء حريصين على اكتشاف أقدم أشكال الحياة على كوكب الأرض من خلال الكشف عن حفريات تحكي عن قصة شاملة لأصول الحياة على كوكب الأرض في الأزمان السحيقة الماضية. لكن العلماء لاحظوا أن سجل الحفريات اللي بتدعم أشكال الحياة وقف فجأة في العصر الكامبري، وكانت الصخور اللي قبل العصر الكامبري ما فيهاش أي شيء خاص ببقايا عضوية تقول لنا إن الحياة كانت موجودة قبل كده. ومن البحث خلال السنين اللي بعد كده اكتشف العلماء صخور متكونة من طبقات، وقدروا من خلال دراستها إنهم يعرفوا إنها متكونة من رواسب ساعدت في تكوينها كائنات دقيقة قديمة. أطلقوا على الهياكل الصخرية دي اسم ستروماتولايت، وهي مصطلح من كلمتين في اليونانية القديمة ستروما اللي معناها حشايا أو حشوات أو حاجة متعلقة بالترسيب أو طبقات، وكلمة ليتوس يعني صخرة. وفي الستينيات من القرن اللي فات تم التأكيد على ان الستروماتولايت مش طحالب انما نوع من البكتيريا الزرقاء بدائية نواة الخلية. بكتيريا زرقاء بتعمل عمليات التمثيل الضوئي وبتحول ثاني اكسيد الكربون لأكسجين. ومن بعدها توالت اكتشاف حفريات الستروماتولايت في جنوب افريقيا في سنة 1986 وعمرها تقريبا 3.2 من 10 مليار سنة، وفي سنة 1987 بعدها بسنة في استراليا كان عمرها 3.5 مليار سنة، وفي 2016 تم اكتشاف حفريات تانية عمرها أقدم وصل عمرها ل 3.7 من 10 مليار سنة، وفي 2017 في كيبك في كندا وكان عمرها 3.77 مليار سنة. المهم ده كان كله حفريات، إنما المفاجأة بقى كانت في اكتشافات لستروماتولايت ما زالت حية وبتنتج ترسيبات وقباب صخرية فريدة وعجيبة. ستروماتولايت هي هياكل تراكمية من الصخور بتتشكل لما بتساعد بكتيريا حية بيسميها العلماء البكتيريا الزرقاء. بتساعد البكتيريا دي على ترسيب الصخور على فترات زمنية طويلة. طبعا هي عكس الهياكل الصخرية الرسوبية العادية اللي بتتشكل بشكل طبيعي من الأمواج أو الرياح أو ترسيب الأنهار، إنما الستروماتولايت ديت بتعتبر ترسيب بيولوجي بفعل كائنات حية وليس ترسيب جيولوجي. الهياكل التراكمية الحيوية دي مش بتتشكل إلا لما يكون في علامات حياة بتشكلها. لو جبت صخرة ستروماتولايت وعملت منها مقطع عرضي كده هتلاقي طبقات بنسميها الصفائح. الصفائح دي اتبنت بفضل عملية الترسيب واللي بتكون على شكل أعمدة أو تلال صغيرة في المياه الضحلة على الشاطئ. صخور سطحها الخارجي مغطى بطبقات رقيقة من الكائنات الحية الدقيقة بنسميها الحصائر الميكروبية مايكروبيال ماتس. بتنمو الحصائر دي وبتتطور مع مرور الوقت. البكتيريا اللي جواها بتنتج مخاط لزج، واثناء المد والجزر في البحر او على الشاطئ بتلزق المواد الرسوبيه ديت من الحصى والرمل الناعم الدقيق، بالتالي بيغطي الحصى ده على البكتيريا وبيمنع ضوء الشمس ان هو يوصل ليها، وما بتقدرش تعمل عمليات التمثيل الضوئي. تقوم بقى البكتيريا عامله ايه؟ تقوم ماشيه كده فوق الرواسب دي وتطلع فوقيها علشان تشوف الشمس من جديد وتعمل مخاط لزج تاني يلزق فيه الحصى، وهكذا لغاية ما تتكون في النهاية صخور من القباب بنسميها الستروماتولايت جواها البكتيريا الزرقاء اللي هي أهم عناصر الحياة على كوكب الأرض وحنعرف أهميتها بعد شوية. تكوين الستروماتولايت ممكن ياخد آلاف السنين،
والصخرة الواحدة ممكن تكون عصرة أجيال كتيرة من البكتيريا اللي بتعيش وتموت وتنتج بكتيريا جديدة في دورات حياة متعددة طويلة الأمد. هي بتشبه الصخور لأنها بتميل لالتقاط السيليكات اللي بتبقى متحصرة داخل مخاط لزج من السمنت، وبتتصلب في النهاية وتبقى صخرة. ستروماتولايت هي أقدم سجل جيولوجي للحياة على كوكب الأرض. هياكل حيوية غريبة مصنوعة من سجاد الطحالب والبكتيريا الزرقاء اللي بتنمو باتجاه الضوء علشان تشكل لنا هياكل صخرية أو قباب على مر الزمن. العلماء بيعتقدوا أنها ظهرت لأول مرة قبل 3.8 مليار سنة من عمر الأرض المقدر ب 4.5 مليار سنة. الستروماتولايت هي المسؤولة عن حدث عظيم حصل على كوكب الأرض من ملايين السنين، هو اللي خلى كوكب الأرض صالح للحياة. الحدث ده بيسميه العلماء حدث الأكسجين العظيم، لأن الستروماتولايت بيعتقد العلماء أنها مسؤولة عن تشكيل خمس غاز الأكسجين في الغلاف الجوي لكوكبنا. البكتيريا الزرقاء اللي كانت بتنتج الستروماتولايت من حوالي 3.5 مليار سنة كانت عندها مهارة خاصة جدا في تحويل الطاقة اللي بتجيلها من ضوء الشمس لغاز الأكسجين الضروري لحياة الكائنات الحية الأكثر تعقيدا من الستروماتولايت. غير أنها ساهمت في إنتاج الأكسجين لغلافنا الجوي، فهي أمدت تربة كوكبنا بعناصر مهمة جدا زي كربونات الكالسيوم، الحجر الجيري والمعادن التانية المهمة. وبعد سنين طويلة وبعد ما أدت الستروماتولايت دورها الحيوي بعد أن طغت وانتشرت في كافة ربوع الأرض، بدأت تنشأ أشكال حياة تانية بتعتمد على التمثيل الضوئي زي الستروماتولايت، زي طبعا الكائنات الحية اللي موجودة في الشعاب المرجانية. انخفض ظهور الستروماتولايت عبر السنين وما بقتش تظهر إلا في أحداث الانقراضات العظيمة في الكوكب. بيقول فولكر فارنكامب قائد الفريق البحثي اللي هنتكلم عليه بعد شوية إن البكتيريا اللي بتنتج الستروماتولايت موجودة دايما، لكنها مش متتاح ليها الفرصة انها تشكل الهياكل دي بسبب تفوق الشعاب المرجانية عليها، وبالتالي ما بتقدرش تنمو الستروماتولايت الا في البيئات القاسية جدا اللي ما تقدرش تنمو فيها الشعاب المرجانية العدو اللدود للستروماتولايت. الستروماتولايت بتقدر الكائنات اللي جواها تعيش في بيئات قاسية جدا وفي اماكن ملوحة عالية في البحار والشواطئ اللي بتكون فيها نسبة القلوية زايدة. وزي ما انت شايف الصورة المجهرية دي اللي بتوضح شكل الكائنات الدقيقة اللي موجودة في صخور الستروماتولايت. ومن الحاجات الغريبة برضو اللي بتميز الستروماتولايت هي انها ومع كل حدث انقراض كبير على كوكبنا بتظهر وبتعاود النمو من جديد. بالتالي بيكون ظهور الستروماتولايت اللي بتنمو وبتتشكل علامة على الانقراضات الكبيرة، ولذلك بنلاقي الستروماتولايت بتظهر وتختفي على كوكبنا كل كام مليون سنة مع حصول أحداث كبيرة على كوكبنا، وبمجرد أن يتعافى الكوكب بتتقلص عددها وترجع للاختفاء من جديد. على سبيل المثال، من 500 مليون سنة ومع ظهور الشعب المرجانية اختفت الستروماتولايت بعد أن تغلب عليها الشعاب المرجاني العدو اللدود ليها، وكأنها كده زي خلايا المناعة اللي بتظهر كده وقت الشدة وبتحاول أنها تحافظ على منسوب الحياة على الكوكب. ممكن نعتبرها كمان علامة أو إشارة لمرض يتهدد كوكبنا. الستروماتولايت دلوقتي مش موجود على كوكبنا الأرض إلا في أماكن ما تعديش أصابع اليد الواحدة، وحتى الستروماتولايت الحديثة اللي موجودة دلوقتي ممكن يكون ليها اختلافات طفيفة بينها وبين أسلافها اللي عاشت في الماضي البعيد من ملايين السنين وسيطرت على أشكال الحياة على كوكبنا الأرض لمعظم تاريخ الحياة على الأرض. حكمت الأرض لمدة 3 مليار سنة، بالتالي هي أقوى شكل من أشكال الحياة قوة لأنها قدرت تعيش الفترة الطويلة دي جدا، لدرجة أنها أدت بالفعل لتغير لون كوكب الأرض زمان من اللون الوردي للون الأزرق المخضر شوية اللي بيتميز بيه كوكب الأرض النهاردة. طبعا كان المكان الوحيد اللي عليه ستروماتولايت حية ما زالت بتنمو وبتتشكل كان في جزر إكسوماس في سلسلة جزر البهاما، واللي كانت هي الموقع الوحيد للستروماتولايت الحديثة. طبعا تم اكتشاف مستعمرات تانية في غرب استراليا في ساحل القرش هناك. الستروماتولايت الحديثة بتكون صغيرة نسبيا في العمر والحجم زي الستروماتولايت اللي تم اكتشافها بجزيرة شبارة في المملكة العربية السعودية واللي كان طولها فقط 15 سنتيمتر. فريق بحثي من جامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالسعودية وبالتحديد في يناير سنة 2021 كانوا في زيارة كشفية بقارب صيد لساحل جزيرة شبارة بالسعودية. الفريق كان بيدرس قباب القشرة المحلية للخليج اللي هناك لما صادف في طريقه حقل للستروماتولايت. فولكر فارنكامب قائد الفريق البحثي ما كانش صعب عليه انه يكتشف الستروماتولايت لانه شافها قبل كده في جزر البهاما.
ستروماترايت شبارة بالسعودية صغيرة جدا 15 سنتي، وكان من الصعب جدا انهم يرصدوها. الحقل بيحتوي على عدة مئات من صخور الستروماترايت في اشكال متنوعة. جزيرة شبارة زي ما حضرتك شايفها على الخريطة بتقع في الجزء الشمالي الشرقي للبحر الاحمر. الجزيرة بتقع في منطقة في خط ساحلي لمنصة كربونات، بتعد بيئة مثالية للكشف عن الستروماتولايت. منطقة مد وجزر على البحر الأحمر بتشمل شاطئ ضحل جدا بدرجات حرارة متباينة طول السنة من 8 درجات ل 48 درجة مع جو رطب أحيانا وجاف مرات تانية. كمان ظروف التغذية للكائنات البحرية ضعيفة جدا، بتشبه كتير ظروف وبيئة شواطئ جزر البهاما. الفريق واجه مشكلة كبيرة في حساب مدى سرعة نمو الستروماتولايت من خلال صعوبة التأريخ ليها وحساب عمرها، لأنها بتتكون من مكونين مختلفين من الكربونات، من الصعب جدا فصلهم عن بعض. المكون الأول جاي من الكربونات المترصبة حديثا، والمكون الثاني من رمل الكربونات اللي جاي من خلال عمليات المد والجزر. الفريق استخدم تقنيات مختلفة للبحث والرصد، منها مسوحات طائرة بدون طيار لحقول الستروماتولايت الموجودة هناك عبر الجو، واللي كشفت عن حقلين واضحين في الصورة زي ما حضرتك شايفها في الصورة ايه، واللي بتظهر منها ثلاث اشكال رئيسية للحقول زي ما هي موضحة. بعد كده استخدم الفريق مركب صغيرة وعبروا الشط، بل داسوا حرفيا على الستروماتولايت ديت قبل ما يتم الكشف عنها لانها كانت صغيرة جدا. كمان خد الفريق عينات من المنطقة دي زي الصور الاربعة اللي هتشوفها دلوقتي. تلاقي في الصورة بي وسي اللي اتصورت تحت المية ستروماتولايت من النوع الاول في منطقة المد والجزر البحري للجزيرة، وهياكل مغلفة كده زي البصور، الاسهم البيضة بتشير لاقدام صخور الستروماتولايت اللي بتتمدد في عملية نموها. هتلاقي في الصورة اي ودي ستروماتولايت من النوع التاني اللي بتتكون من مجموعات غير منتظمة بيضاوية الشكل في نطاقاتها الخارجية بتاعتها او الشكل الخارجي بتاعها. اما اخر صورتين معانا فهما الصورتين F و G اللي بتحتوي على استروماتولايت من النوع الثالث، واللي هي عبارة عن حصائر ميكروبية منخفضة التضاريس ومتغطية بطبقة رقيقة جدا من رمل الكربونات. كمان الفريق استخدم تحليل التصوير المقطعي المحوسب بالاشعة السينية علشان يفحص البنية الداخلية للعينات. هتلاقي في العينة ديت اللي في الصورة رقم A بتمثل عينة من صخرة استروماتولايت، والصورة B بتمثل التصوير المقطعي باستخدام الأشعة السينية من خلال الكمبيوتر المدمج. وهتلاقي المناطق الحمراء هي المناطق الأكثر كثافة في الصخرة، أما الصورة C فهي صورة مجهرية للعينة، والصورة دي بتوضح طبقات الحبوب والرواسب الحجرية على نطاق مليمتري اللي هي الأسهم الصفراء، والصورة E بتمثل الجيوب والحفر الصغيرة، والصورة F بتوضح أسمنت الأرجونايت ذو الإبر الحادة اللي بتكون حواف الحبوب. بصراحة الكشف الجديد عن الستروماتولايت الحية في جزيرة شبارة بالسعودية في البحر الأحمر بيمثل أول اكتشاف من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لمكان متعلق بسؤال محوري في العلم الحديث، أين نشأت الحياة على كوكبنا؟ الفريق البحث التابع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كان سعيد جدا أن يلاقوا الكشف بتاعه على بعد 400 كيلومتر من الجامعة اللي بتقع في جنوب جزيرة شبارة مكان اكتشاف الستروماتولايت. الكشف عن مستعمرة الستروماتولايت بالسعودية بيعتبر هدية ضخمة للجيولوجيين وباحثي علوم الأحياء والبيئة. لما نلاقي مثال حي قدامنا على الستروماتولايت ما زالت على قيد الحياة وبتنمو، فده هيدينا فهم افضل للتفاعلات اللي بتحصل في المجتمع الميكروبي اللي بينتج الستروماتولايت. هيحتاج العلماء الفتره اللي جايه انهم يدرسوا الوقت اللي بتاخده البكتيريا دي في انتاج طبقات الستروماتولايت عشان نعرف نقرخ الجديد منها. طبعا موضوع صعب جدا زي ما قلنا من شويه، لان يعني المد والجزر والامواج بيحملوا الرمال من الشعاب المرجانيه المحيطه، وبالتالي بتتداخل جميع انواع العصور في العينه. فارن كامب هو زمايله بيعملوا ابتكار جديد، حوض سمك هيجمعوا فيه العينة ويحاولوا يخلقوا نفس الظروف البيئية في محاولة لتنمية الستروماتولايت في معمل التجارب، واللي من خلال ده هيقدروا يدرسوها بشكل جيد ويرصدوا نموها باستمرار. نشر كامب وزمايله بحثهم في مجلة الجيولوجيا الأمريكية بعنوان اكتشاف استروماتولايت الحياة الحديثة في منطقة المد والجزر في جزيرة شبارة بالسعودية، واللي حسبها لك إن شاء الله في صندوق الوصف. الكشف الجديد اللي قامت به جامعة الملك عبدالله بالسعودية هيوفر فرصة كبيرة لفهم تشكل الحياة المبكرة على كوكب الأرض وتطور المحيطات عبر العصور. ودراسة الستروماتولايت هيفهمنا أكتر عن آثار مهمة في البحث عن الحياة في الكواكب البعيدة. هل ممكن نرصد في يوم من الأيام
بصمات الستروماتولايت على كواكب زي المريخ مثلا. وكانت ناسا مثلا من سنين قليلة أنشأت مركز أبحاث في كندا على بحيرة هناك على ما أعتقد، خاصة بأبحاث بصمات الحياة اللي ممكن نلاقيها في الكواكب الخارجية. ستروماتولايت أنجح أشكال الحياة على كوكبنا، موجودة ومستمرة لأكثر من 3.5 مليار سنة ولحد النهاردة. لغز بقائها محير جدا، بل ممكن تكون الإشارة القادمة لينا من كوكب من الكواكب البعيدة وتقول لنا على الكوكب ده في ستروماتولايت هتبدأ تساعد في شكل من أشكال الحياة هناك بعد فترة طويلة من الزمن. أكيد مش هنكون عايشين ساعتها طبعا علشان نشوف ثمارها، لكن يظل الهدف الأسمى والبحث والتفكر في هذا الخلق البديع لصانع مقتدر حكيم. وبس كده، لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب اللي بيحفزنا، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في قناة إنفوسفير، القناة الأولى عربيا في أخبار علم الفلك والفيزياء الفلكية والأفكار والفلسفات اللي بتدور حواليهم. وعلى وعد باللقاء إن شاء الله في إنفوسفير ولاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.